وخلينا نروح لمداخله هاتفيه للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. يا كابتن رؤوف ازاي حضرتك؟ والف مبروك هذا هذه البطوله الثالثه الحقيقه في منذ ان تولى اوجست المدير الفني الجديد اللي جابه النشاط الرياضي الحقيقه منذ ان جاء وحتى الان ثلاث بطولات يا كابتن رؤوف. اهلا يا كابتن اسلام والف مبروك ولينا كلنا ومبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك. يعني يا كابتن رؤوف ماتش صعب جدا الحقيقه، انا كنت شايفك قاعد يعني ماسك نفسك مربع كده وماسك ايدك، ايه احنا كنا قاعدين هنا مش عايز اقول لك الدنيا كانت عامله ازاي، ولكن في النهايه قدر النادي الاهلي في الثواني الاخيره الحقيقه يعني كنا 60 50 وبعدين انتهت المباراه 69 67، مباراه كانت صعبه جدا يا كابتن رؤوف. يعني يمكن حضرتك اشرت اهم نقطه في المباراه اللي هي 60 50 دي. نعم. ليه بقى؟ ما اعرفش يعني انا ما بحبش يعني عمري في حياتي ما اتكلمت على مواضيع تحكيم ولا الحاجات. برافو عليك يا كابتن، انا والله العظيم يا كابتن كنت هتكلم في هذه النقطه بس قلت المكسب خلاص، لانه بعد ما حاجه معينه حصلت في الملعب لقينا التحكيم باللمس بعد كده. بالظبط، يعني الظاهر الموضوع ده بقى ايه يشمل جميع الالعاب. مش لعبه معينه بقى، الموضوع الاحتواء والحاجات دي الظاهر بقت ظاهره يعني. ايوه. بس الاول طبعا لازم بنحيي فريق المرتبط، فريق المرتبط هو اللي وصل للفريق الاولاني ان هو ممكن يلعب المباراه بالرغم خسارته المباراه الاولى. فريق المرتبط لم يخسر اي مباراه من اول الموسم. ماذا يعني؟ يعني ان فريق المرتبط مستقبل النادي الاهلي وكره السله في النادي الاهلي وفي مصر. ايوه. الحقيقه مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، فيهم على الاقل اربع لعيبه مستر اجوسي كان بيستعين بيهم في تدريبات الدرجه الاولى وهيديهم الفرصه قريب. فيعني اول حاجه ان احنا من يعني بنطمن جماهير النادي الاهلي على مستقبل كره السله في النادي. فبقول الف مبروك لفريق 18 سنه ومدربه الكفء الكابتن اسلام الكيلاني. نعم. بعد كده بقى بنيجي للابطال. الحقيقه في البدايه بقول الهارد لك لفريق الاتحاد الاسكندري. فريق الاتحاد الاسكندري فريق كبير وليه نجومه، معاهم كابتن مرعي مدرب قدير. فالحقيقه يعني المباريات الاهلي والاتحاد مباراه بتبقى قويه. نعم. بيحسمها تملي التوفيق وعدم التوفيق. فبقول هارد لك لفريق الاتحاد الاسكندري. وباجي بقى لابطالنا بقول مستر اجوسي سلسله الانتصارات زي ما حضرتك اشرت، ثلاث بطولات استهل بيهم الموسم، بطوله منطقه القاهره ثم البطوله العربيه واخيرا اليوم بطوله المرتبط. فبقول في الاخر هذا الفريق هو حصيله يعني جهد حوالي ثلاث سنوات. نعم. في تجميع الكوكبه اللي هي موجوده دلوقتي اللي بتلعب. فما ننساش ابدا مجلس اداره النادي الاهلي اللي جميع الصفقات اللي طلبها المديرين الفنيين سواء السابقين او الحالي بحيث ان احنا نوصل لتشكيل النجوم ده بالاضافه لنجوم النادي اللي هم كانوا موجودين. فاصبحت توليفه عنصر الشباب مع عنصر الخبره. النهارده بنبص نلاقي مع عمرو مثلا 20 سنه بره، عبد الله برده 20 سنه، في الناس متوسطه الاعمار وفي الاعمار الكبيره. يعني توليفه الحمد لله تجمع ما بين عنصر الخبره وعنصر الشباب، بياخدهم طبعا اثبت بالفعل يعني انه مدرب كفء، يعني سواء عمله السنه اللي فاتت او السنه دي داخل مصر، يعني جميع البطولات اللي لعبها كسبها. فالحمد لله يعني راجل كفء وجهازه المعاون ولاد النادي الاهلي كابتن الجرحي والتيسري بالاضافه للجهاز الاداري والطبي والكابتن طارق الغنام عملاق مصر والنادي الاهلي مدير الاداري بتاع الفريق. مش عايز انسى حد يعني كله الجهاز الفني. فالف مبروك ليهم جميعا يعني. الف مبروك يا كابتن رؤوف، ولكن ما هو قادم دائما بيكون اصعب داخل النادي الاهلي. البطولات هنفرح النهارده وهنتبسط وهنجيب دلوقتي الناس وهي مبسوطه وفرحانه، ولكن دائما القادم اصعب يا كابتن رؤوف. وهو ده اللي تعودناه وتعلمناه داخل النادي الاهلي،
خلاص يعني البطولة خلصت، بتخش جنب اخواتها، ولكن اهم حاجة نستعد على طول في اسرع وقت، خاصة يعني فوق ما تتصور حضرتك العجلة بتدور ازاي. يعني عندنا يوم 23 الكاس مصر مع الترام، يعني بعد 6 ايام من النهارده، وراه على طول نبتدي دور ال 16 بتاع الدوري بعديه ب4 ايام، نعم. يعني ما فيش فرصه حتى لالتقاط الانفاس. ف احنا نتمنى ان لا نغالي في الفرحه، لان فريق النادي الاهلي متعود على احراز البطولات، ف بناشد الفريق وهم مش محتاجين هذه المناشده زي ما ايوه حضرتك اشرت. خلاص نستعد بقى بسرعه، عشان قدامنا مشوار، عندنا بطولة كأس مصر، عندنا بطولة الدوري السوبر، وبإذن الله وبإذن الله يعني نعد جماهير النادي الأهلي إن إحنا هنبذل كل المجهود لإحرازها بإذن الله. ان شاء الله، لكن خليهم يفرحوا النهارده يا كابتن رؤوف، يعني النهارده ومن بكره ساعه التمرين خلاص الموضوع انتهى، بقى نبدا في حاجه جديده، لانه الحقيقه النهارده كانت فرحه، لان النهارده وانت قاعد بتتفرج كمشجع اهلاوي كلنا كنا مبسوطين يا كابتن رؤوف، الحقيقه كلنا كنا سعداء بهذا الشكل، كلنا كنا سعداء بالمباراه، كانك بتتفرج على مباراه بتتلعب بره مصر الحقيقه، في اوروبا وفي امريكا، كانت مباراه حلوه من الفريقين سواء النادي الاهلي او نادي الاتحاد السكندري. ده في كام نقطه، 3 نقط هنا يرد عليه 3 نقط هنا، يرجع يرد عليه 3 نقط، يرجع يرد عليه 3 نقط، كانت مباراه في منتهى الجمال الحقيقه يا كابتن رؤوف. والله فعلا، عشان كده انا يعني بديت كلامي ان انا قلت هارد لك لفريق الاتحاد، فريق كبير، نعم، مباراه ممتعه في كره السله. مظبوط، ففعلا يعني زي ما حضرتك قلت، يعني على قد الشده اللي كنا فيها بالظبط، كان الفرح على قد نفس الشده دي بالظبط، يعني كنا مشغولين قوي، وكل لحظه يعني الباسكت بيبقى فاضل دقيقتين والفارق مثلا 7 نقاط و10 نقاط وبتتقلب النتيجه، فلغايه اخر مظبوط، احنا شايفين في الاخر كان 3 جزء من الثانيه، مظبوط، يعني ساعه ما حصلت التوقف الاخير والحكام راحوا شافوا الفار ورجعوا، كان فاضل جزء يعني 3 من الثانيه. مظبوط، وبالرغم من هذا يعني برضه الواحد بيبقى قاعد حاطط ايده على قلبه لغايه ما تنتهي المباراه. طبعا من حقنا نفرح، طبعا وجمهور النادي الاهلي واللعيبه والجهاز ومجلس اداره النادي والساده اعضاء النادي كلهم نفرح النهارده، وباذن الله نبتدي بكره التدريبات ونبتدي الاعداد للبطولات القادمه باذن الله. ألف مبروك يا كابتن رؤوف، وإن شاء الله نكلم حضرتك دايما في التهنئة خلال الفترة القادمة، بطولات دائمة بتخش بطولات النادي الأهلي أو بتخش دولاب النادي الأهلي. بشكرك جدا كابتن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي والمسؤول الحقيقة عن هذه الفرحة النهاردة وقبل كده الحقيقة البطولتين السابقتين في كرة السلة، معاه طبعا كل اللي موجودين، كتيبة كبيرة جدا 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 الحقيقة. ألف مبروك.